إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تستمر منافسات وتحديات هذا اليوم الخاصة لسن الحقائق ضمن انطلاقات السباق المحلي الخامس والمرحلة الأولى الخاصة لسن الصغار. شوطنا الرابع عشر يسير وينطلق مشاهدينا الكرام الخاص للبكار الحقايق من مسافة 3 كيلومترات. رصدت سيارة للفائز بالمركز الأول. تمنياتنا لجميع الأخوان المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ مباشرة مشاهدي الأعزاء مع الجذابة على أول المراكز لمحمد بن راشد بن محمد بن شابل المري يقدم الجذابة، ولكن حصل دخول على الجذابة من قبل هذا الاسم الكبير. المجهولة تنطلق في هذه اللحظات إلى أول المراكز، تحمل رقم 39 لحظات بنوافيكم باسمها وباسم مالكها، بينما ثاني المراكز وثاني التحديات نتابع المنطلقة مشاهدي الأعزاء والتواجد من قبل دولة لعبد الرحمن بن راشد بن سيف الغفلي على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز وثالث التحديات وحيشة لعلي بن فهيد بن محمد الزبدان المري يحتل المركز الثالث المركز الرابع. رابع المراكز خود في هذه اللحظات تغير وتحتل المركز الأول لعبد الله بن عامر بن يسلم الصيعري على أول المراكز يقدم خود، بينما المركز الخامس تليها مباشرة مشاهدي الأعزاء القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة هنا أتابع عالية لخليفة بن علي بن مطوع النعيمي يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للخمس المراكز الأولى في شوط ما قبل الختام، شوط ما قبل الختام. ونتابع خود هي المحتلة المركز الأول لعبد الله بن عامر بن يسلم الصيعري على أول المراكز، وعلى ثاني المراكز تصل الشرورة لمرزوق بن صالح بن سليمان الصيعري قادم مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات بينونة لسعيد بن علي بن خلفان الكعبي على مستوى المركز الثالث. وعلى رابع المراكز من الجانب الآخر الشعارات القادمة، الشعارات المنطلقة والمعلنة باندفاع في هذا الشوط. أتابع هنا جبارة عبد الرحمن بن حمد بن سالم المري والقادمة شعار الزعبي يتقدم في هذه اللحظات مع سحابة مرزوق بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح المري قادم لأول ندى مع سحابة من تحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الكرام للخمس المراكز الأولى. ونعود إلى خود مشاهدي الأعزاء على المقدمة، تنطلق لعبد الله بن عامر بن يسلم الصيعري، ولكن اللي غيرت في هذه اللحظة بينونة لسعيد بن علي بن خلفان بن أحمد الكعبي الضيف العاني من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن شعار الزعبي أحد الشعارات الخطيرة والمميزة هنا في ميدان الشحنية يقدم سحابة مرزوق بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح المري والقادمة في هذه اللحظة. الله القادمة شعار الرشيد يتقدم مع بنت الباز عاطب صالح بن محمد الرشيد اليامي على ثالث المراكز. يلا يا ابو محمد روح مع هذا الانطلاق مع بنت الباز على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع تتقدم شهد لسهيل بن سعيد بن محمد بن كيل العامري. ولكن نعود مشاهدينا الكرام مع السيارة في الانتظار الناموس. هنا مشاهدي الأعزاء نتابع سحابة على المقدمة، سحابة تنطلق بهذا الأداء المميز مرزوق بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح المري، ولكن الله القادمة. أتابع المعلنة هذا التحدي بينونا وهنا سحابة اللحظات الأخيرة. السيارة مشاهدي الأعزاء هنا مع بينونا، تهانينا والناموس لسعيد بن علي بن عامر بن خلفان الكعبي، والسلام مباشرة من هنا من ميدان التحدي إلى أبناء الإمارات على هذا الفوز المميز. تهانينا والناموس لسعيد بن علي بن خلفان الكعبي على فوز بينونا وحصولها على السيارة. تهانينا ناموس. المركز الثاني سحابة مرزوق بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح المري. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام شهد لسهيب بن سعيد بن محمد بن كيل العامري. المركز الثالث الرابع بنت الباز عاطب صالح بن محمد الرشيد اليامي. وعلى خامس المراكز وصلت فيه مشاهدينا الكرام دولة لعبد الرحمن بن راشد بن سيف بن شاوي الغفري. تهانينا وناموس لمالك بينونة على هذا الفوز.
سعيد بن علي بن خلفان الكعبي نهني على هذا الفوز. لحظات التوقيت كما تتابع الأعزاء المشاهدين، لحظات وصول بينونة إلى خط النهاية بتوقيت وقدر 4 دقائق 24 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثاني جاءت في سحابة مرزوق بن راشد بن عبد الله بن قرح المري، والتوقيت الزمن 4 دقائق 24 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام شهد لسهيل بن سعيد بن محمد بالكيل العامري، والتوقيت الزمن 4 دقائق 27 ثانية وجزء 1 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.